يسعد مساكم جميعا. اليوم حسوي معاكم برياني على طريقة أختي. طبعا البرياني له فوق 180 طريقة، طرق كتير كتير ما بتتخيلوا كم طريقة للبرياني. فاليوم حسويها على طريقة أختي وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. حنبدأ بالرز. أول حاجة رح نسلق الرز أو نطبخه 90%. رح أحط هاي القرفة، قرنفل، ورق غار، ليمون ناشف، حقلبهم شوية بالزيت. رح أحط حبة فلفل كمان، حضيف المية، بس يغلي شوية رح أنزل الرز. هنا حنطبخ الدجاج مع الخلطة، طبعا شوية زيت، حنزل فيها بصل، قطعت جوانح بس قطعته من النص، وراح نتركه لحد ما يتحمر ما يصير بني، اقرب للبني. عبال يتحمر البصل راح اطحن الخضار، راح احط بندورة مع بصل، زنجبيل اخضر، وتومة، وعندي فلفل اخضر واحمر، عادي انت حطوا المتوفر، ممكن بس اخضر. راح اطحنهم سوا، راح اضيف بهارات صحيحة. طبعا البصل خلص كده قرب يصير بني، راح اضيف الدجاج كمان ونقلب على نار عالية. راح اقلب الدجاج لحد ما يتحمر، راح اضيف الخلطة اللي طحنتها، راح احط هنا شوية مية واضيفها كمان. راح اضيف بهاراتي، عندي هنا كاري، واهم حاجة الكاري يكون كمية كبيرة، ممكن تحطوا معاه بهار مشكل، انا حطيت شوية، ممكن بس لحاله، كركم، فلفل اسود، كزبرة، شوي كمون، وشوي بهار حلو. وراح اضيف كمان كزبرة خضراء، وراح اتركها تتسبك. طبعا ربع ساعة بيستوي الدجاج وبتتسبك. عندي هنا الرز استوى 90% تقريبا، حطيت نصه بالقدر، شايفين كيف تسبك عندي الصوص مع الدجاج، راح احطه هنا، وراح اخلي شوية من الصوص. هذا الصوص ممكن يتقدم جنب الرز، وكمان ممكن يتاكل بالشباتي لو انتو حابين، بس احنا صراحة بنحبه مع الرز، الشباتي مو كتير الاولاد بحبوه معه. خلاص كده راح احط باقي الرز فوقه. عندي هنا منقوع الزعفران مع ماء الكادي، راح احطه كده بس على جنب واحد، صراحة انا عاملة كمية قليلة فانتو ممكن تزودوا. راح احطه على النار لمدة ربع ساعة وبعدين نقدمه. واسرع برياني، تجهيز وتحضير ما بياخد معاكم ساعة، جربوه جدا لذيذ. الصوص هذا ممكن تاكلوه معاه يعني بدال السلطة، او كمان ممكن يتغمس بالشباتي لو حابين تجيبوا خبز شباتي وتاكلوا فيه، جدا لذيذ.